بسم الله المحب المحبوب، والصلاة والسلام على من بشمائله ومكارمه تطرب القلوب، وعلى آله الطهر الكرام وصحابته نجوم الهدى بين الأنام. تحية عطرة مباركة في حلقة أخرى ونزهة جديدة من نزهنا في برنامجكم محبرة الأولياء، وهي النزهة التي سنخصصها لعلم شامخ وقدم راسخ وشاعر باذخ في باب الحب الإلهي، حتى ظفر بلقب به اختص وعرف واشتهر. إنه سلطان العاشقين عمر بن الفارض. يتفق المترجمون على أن اسمه عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي، وكنيته أبو حفص وأبو القاسم، كما ينعت بشرف الدين ويعرف بابن الفارض. والفارض لغة هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال، وسمي مترجمنا بذلك لأن أباه كان يقوم بإثبات هذه الفروض، فغلب عليه التلقيب بالفارض وعرف ابنه بابن الفارض. اختلفت الآراء حول مولد ابن الفارض، فقد قال ابن خلكان: كانت ولادته في الرابع من ذي القعدة سنة 76 و500 للهجرة بالقاهرة. ويرى غيره أنه ولد في ذي القعدة سنة 66 و500 للهجرة. وأما في تاريخ وفاته فقد اتفق جميع المترجمين على أنه توفي في الثاني من جمادى الأولى سنة 32 و600 للهجرة، ودفن بالقرافة بسفح جبل المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المعروف بالعارض. وقد ذكر المترجمون عن والد ابن الفارض أنه من أكابر علماء مصر، وكان يلزم ولده بالجلوس معه في مجالس العلم، وقد كان زاهدا وورعا، اتخذ زهده وورعه صورة عملية في آخر حياته حين نزل عن الحكم ورفض منصب قاضي القضاة واعتزل الناس وانقطع إلى الله في قاعة الخطابة بالأزهر. هكذا أمضى ابن الفارض المرحلة الأولى من عمره تحت إشراف والده، وتثقف عنده، كما تأثر في حياته الروحية تأثرا عميقا بنسك وتقشف والده ورفضه لمنصب قاضي القضاة. ولقد أجمع الذين ترجموا لابن الفارض على أنه حموي الأصل، مصري المولد والدار والوفاة. وقال عنه عبد الرحمن جامي بأنه من قبيلة بني سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقق ابن الفارض في شبابه بالزهد والتقشف والعبادة والقناعة، وأخذ عن والده وتفقه على المذهب الشافعي. ويصرح ابن العماد الحنبلي بأنه نشأ تحت كنف أبيه في عفاف وصيانة وعبادة وديانة، بل زهد وقناعة وورع أسدل عليه لباسه وقناعه. فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، ثم حبب إليه الخلاء وسلوك طريق الصوفية، فتزهد وتجرد. وقد كان ابن الفارض منذ بداية أمره فانيا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يؤكد ذلك ما ذكره الشيخ عبد الغني النابلسي في شرحه على ديوانه، حيث يقول: لقد بلغني ممن أثق به أن الشيخ رضي الله عنه، يعني ابن الفارض، قال: لو لم يكن لي بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا البيت لكفى، يعني قوله: وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ذلك أنه بلغ في هذين البيتين مبلغا في المديح النبوي المحمدي عز بلوغهما، وهما قوله: كملت محاسنه فلو أهدى السنا، للبدر عند تمامه لم يخسف. وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. كملت محاسنه فلو أهدى السنا، كملت محاسنه فلو أهدى السنا، للبدر عند تمامه لم يخسف. للبدر عند تمامه، للبدر عند تمامه لم يخسف. وعلى تفنن واصفيه لحسنه، وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ولا قصر حسني تاب.
تروى رواية عن سبب مغادرة ابن الفارض مصر إلى الحجاز، نقلها الشيخ علي عن ابن الفارض قال: دخلت المدرسة السيوفية فوجدت رجلا شيخا بقالا يتوضأ وضوءا غير مرتب، فقلت له: يا شيخ، أنت تتوضأ وضوءا خارجا عن الترتيب الشرعي. فنظر إلي وقال: يا عمر، أنت ما يفتح عليك في مصر، وإنما يفتح عليك بالحجاز في مكة. تعجب ابن الفارض قائلا: يا سيدي، وأين أنا وأين مكة؟ ولا أجد ركبا ولا رفقة في غير أشهر الحج. فنظر إلي وأشار بيديه وقال: هذه مكة أمامك. فتركته وطلبتها، فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت، وجاءني الفتح حين دخلتها، فترادف ولم ينقطع. ظل ابن الفارض منشغلا بالعبادة في أرض الحجاز وبوادي مكة مدة
15 عاما، وتتميز هذه الفترة بما حبره سلطان العاشقين فيها من شعر تبدو عليه المسحة الحجازية وتتردد في أبياته صورها، ومنها القصيدة التي مطلعها: أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع. بعد ذلك عاد ابن الفارض إلى القاهرة بإشارة الشيخ البقال، وقال عن سبب عودته: سمعت، يعني سماع حدس وفراسة وسر، سمعت الشيخ البقال يناديني: يا عمر، تعال إلى القاهرة، أحضر وفاتي وصل علي. فلبى ابن الفارض دعوته ورجع إلى القاهرة، ورآه محتضرا ثم دفنه في القرافة تحت المسجد المعروف بالعارض، احتراما لنظر الشيخ البقال. وهذه الفترة تعتبر فترة انقطاع ابن الفارض عن الفتح، والتي يشير إليها بقوله: نقلتني عنها الحظوظ فجذت وارداتي ولم تدم أورادي، آه لو يسمح الزمان بعود فعسى أن تعود لي أعيادي. لا يعرف لابن الفارض آثار صوفية غير ديوانه الطافح بالمعاني الذوقية، وهو صغير الحجم عظيم الأثر في شعر الأولياء. عدد أبياته 1850 بيتا، ويعد تحفة جمالية وروحية تنعكس على صفحتها أذواقه ومواجيده في الحب الإلهي، مثل ما يعد بحق عملا إبداعيا خصبا خالدا، فهو من أحسن الدواوين العربية من ناحية الموضوع والأسلوب واللغة. أما مداره فتتمحور كل نصوصه حول أفق دلالي واحد، هو المحبة الإلهية. ويتميز ديوان ابن الفارض بخصائص فنية وصوفية، ولعل أظهرها ما يمتاز به شعره من الناحية الجمالية، أعني براعته في الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية، وهو أمر طبيعي، لأن ابن الفارض وكما يرى المقدسي قد نشأ في عصر بلغت فيه الأناقة البديعية نثرا ونظما أعلى درجاتها، فهو عصر القاضي الفاضل والعماد الأصبهاني وبهاء الدين زهير وابن سناء الملك. وقد عرفت هذه الطبقة جميعها بولعها الشديد بالصناعة اللفظية وتكلف أنواع البديع، ومع ذلك فقد امتاز شعر سلطان العاشقين في هذه الطبقة برقة اللفظ ودقة المعنى وعمق الإشارة، مع سلاسة في الأسلوب ووضوح في الأفق وصدق في الإحساس وشفافية في الروح وبهاء في اللغة وانطلاق جمالي متوهج في الصورة. هذا من الناحية الفنية. أما من الناحية الصوفية فقد كان ديوان شاعرنا ثمرة صلاح وتقى، حيث نجده يحفل بإشارات قرآنية بليغة في أشعاره تستثمر القصص القرآني ببهاء ترميزي بلا نظير، كما هو شأن استثماره الإشاري للقصة المساوية، ولا سيما في قصيدته التي مطلعها: أنتم فرودي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. وإجمالا فإن ما حبره ابن الفارض في ديوانه يعد بحق
عنوانا لما امتازت به نفس الشاعر من رقة الشعور ودقة الإحساس وسمو العاطفة التي سيطرت على نفسه سيطرة قوية، فإذا هو يقضي حياته مقبلا على محبوبه الحق سبحانه، كلفا به، مشوقا إليه، مفنيا نفسه فيه، حتى ظفر بلقب سلطان العاشقين، إذ لم يتقدم أحد قبله بما جاء به من معاني التعلق القلبي والمحبة الوالهة بالله تعالى، حتى إنه أعلن نسخه بحبه الرباني لكل ما أتى به العاشقون وأهل الهوى قبله. ذاك ما أشار إليه مثلا في قوله: نسخت بحبي آية العشق من قبلي، فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل، وكل فتى يهوى فإني إمامه، وإني بريء من فتى سامع العذل. ويقول في نفس المعنى أنه نشر أعلامه في موكب العشاق حتى صار كل العاشقين أتباعه. نقرأ له: نشرت في موكب العشاق أعلامي، وكان قبلي بلي في الحب أغلامي، وصرت فيه ولم أبرح بدولته حتى وجدت ملوك العشق خدامي. مشاهدين الكرام، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلي لا إلى ما غشرت أهلي.
فقد أعينا ويل لإصطلاء لآلي قابساً فألفاه الكريم الباري فأفهم لطيفة حاذقي من آلي صارت جبالي يا ذكاء من هيبتي متجلي نار الحجاب مكان نور في وجودكم إلا بسر حروف إلى الجبال أنتم ذللتم عليكم منكم ولكم دائم ما تحضرات عن غامض الأزل صارت جبالي يا ذكى من هيبة المتجلي ولا حاسر خافي يدريه ما كان مثلي الله الله لا